السلام عليكم. في شرح النهاردة هنستكمل معاكم الحلقة التانية من حلقات قناة اليوتيوب، وفي البلاي ليست بتاعت قناة اليوتيوب هنحط فيها كل الحاجات اللي بتتعلق بقنوات اليوتيوب وازاي تطور من قناة اليوتيوب الخاصة بيك. اولا اتكلمنا في الجزء الاول عن تطوير اللوجو، عن تطوير الغلاف، عن تطوير الثامبنيل، عن تطوير قائمة الاباوت، عن تطوير واجهة القناة. معاكم مصطفى من قناة مستر بومتيك، وفي الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم عن مضاعفة ارباح اليوتيوب لتصل الى $5 لكل 1000 مشاهدة. تابعوني بعد الفاصل. في البداية كده في الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم في أكتر من حاجة وأكتر من طريقة إن شاء الله لزيادة أرباح اليوتيوب. في البداية كده هنتكلم عن الطريقة العادية خالص اللي هي بتاعت جوجل أدسنس، في إنك هتخش على جوجل أدسنس وتخش هنا في الحتة دي بالظبط من الجميع مواقعي هنا وتعمل منع شبكات الإعلان الجديدة المعتمدة من جوجل تلقائيا، دي هتعملها منع. تمام، أما باقي الشركات كلها سيبها. تمام يا شباب، الناس اللي تقولك شيل الشركات معينة وحاجات كده، لأ، في شهر يناير صدقني مش هيفرق معاك الموضوع ده قوي. في شهر يناير حاجات معينة بس أو حاجة كده، لأ، في شهر يناير حاول تجيب كل الشركات. في شهر يناير أصلا وفبراير، أقصد يعني يناير وفبراير ويمكن الشهر 3 كمان أو كمان 3، بتبتدي يعني الأرباح تتظبط في شهر 4، من أول شهر 4 وأنت طالع، لكن في شهر 1 و2 و3 دول الأرباح فعلا قليلة جدا. فالناس اللي عندها أرباح قليلة فيعني الموضوع ده عادي. تمام شباب، فزي ما قلت لكم هتشيل انت اول حاجه بتاعه التفضيلات دي، هتعمل دي هتبقى طبعا تبقى زي دي كده، بعد كده تخليها انت كده. تمام، والباقي كله سيب زي ما هو. ان شاء الله بعد كده هبقى احط لكم شركات، ممكن تبقوا تشيلوا كل الشركات وتحطوا الشركات اللي انا هديها لكم، ده ان شاء الله في حلقات تانيه من الحلقات هتلاقوه برده في البلاي ليست دي قريب ان شاء الله، ولكن يعني ما تعملهاش دلوقتي عشان حاليا كده كده انت محتاج كل الشركات. تمام، ده اول حاجه، دي الطريقه الاعتياديه. والطريقه برده التانيه اللي تقول لك خش على ادسنس ساند بوك او ساند بوكس حاجه كده. تمام، هتخش برضو وتشيل بعض شبكات الاعلان من هنا، تقريبا تعمل لهم بلوك يعني الفيسبوك والشركات الاعلان اللي بتدفعش كده، برضو الحاجات دي كلها سيبها برضو زي ما هي طالما انت في اللي هو في يناير. سيب كل الحاجات دي، انا شايل دي الحاجات دي من زمان، فانت لو كنت شايل قبل كده فمش مشكله، اما لو لسه هتشيل فسيبهم حاليا يعني. تمام شباب، فهنخش على الطريقة الصحيحة 100% اللي هتفرق معاك بشكل كبير جدا. اولا نخرج كده من ادسنس، ثانيا هنخش بقى شباب على الطريقة الحقيقية والطريقة اللي هتساعدك فعلا. اولا هو الاستهداف. الاستهداف بينقسم لكام نوع؟ بينقسم الى 3 انواع. اولا عندك استهداف اللي هو اللي بيجيب فلوس، استهداف الربح. تمام، تاني حاجة عندك استهداف هو استهداف المشاهدات. تالت حاجة عندك استهداف الشخصي. يعني ايه الاستهداف الربحي واستهداف المشاهدات واستهداف الشخصي؟ الاستهداف الربحي هو الاستهداف اللي بيجيب لك الفلوس، الاستهداف او اللي بيخلي اعلانات اللي الناس بتشوفها عندك اعلانات غالية، الاعلانات اللي لو حد ضغط عليها او حد شافها بتاخد عليها كوميشن كبير مش قليل مقارنة بباقي الاعلانات اكيد. تاني حاجة عندك الاستهداف المشاهدات، زي ما قلت لك فاستهداف المشاهدات هو اللي بيجيب لك المشاهدات، وده اللي بيخلي الشرح بتاعك او الفيديو بتاعك في محركات البحث كلها، فانت بتستهدف اكتر محرك بحث، وعشان كده بيبقى الفيديو بتاعك يعني ايه مستهدف من اكتر محرك بحث، فانت ده بيجيب لك ترافيك اعلى. تالت حاجه وهي الاستهداف الشخصي، والاستهداف الشخصي هو انك تكتب اسمك. ده هيفيدك بايه؟ هيفيدك بحاجات كتير جدا يا شباب. اولا نبدا كده من اول الاستهداف الشخصي، بالنسبه لانك تكتب اسمك او اسم القناه بتاعتك في اللي هو في التاج او التاجات بتاعت الفيديو او الكيوردز، انك تكتب اسمك في التاج وتكتب اسمك في الوصف، دي حاجة مهمة جدا. اولا بيخلي الفيديو بتاعك يتأرشف بسرعة، وتاني حاجة برضو ان هو بيخلي الفيديوهات بتاعتك تظهر كأنها suggested عند بقية الفيديوهات بتاعتك. يعني لما حد يفتح فيديو واحد من بتاعك هيلاقي اكتر من فيديو في الجنب اللي هنشوف كده. مثلا ده فيديو مش عشان بس انت نشره، لا، عشان انت مستهدف كلمة مستر بومتك او انا بستهدف الكلمه دي، زي ما انت شايف هتلاقي اكتر من فيديو. تمام، ننزل زي ما انت شايف، هدي واحد انا وقفت الفيديو ده. تمام، هننزل ادي 2 وادي 3. تمام، وهتلاقي طبعا في فيديوهات تانية كتير، لكن الفيديو ده يعني عشان هو الاجدد فيديو كده. المهم دي برضو ميزة من ميزات الاستهداف. تاني ميزة من الاستهداف الشخصي، فانك ممكن تبحث عن اي فيديو من فيديوهاتك هتلاقي الفيديوهات كلها بتكر ورا بعض، كل ده برضو من الاستهداف. يعني لو بحثت عن كلمة مستر بومتيك هتلاقي فيديوهاتي كلها، ده برضو عشان كل الفيديوهات دي
لو انت بحثت عن كلمة مستر بومتيك اللي هي الكلمة نفسها، الكلمة دي هي فيها حاجتين، فيها اسم قناة وفيها مستهدفة، فيها كي وورد. الكلمة كي وورد والكلمة هو اسم القناة، فدي الاتنين دول بيساعدوا ان كل الفيديوهات بتاعتك هتظهر هنا. تمام يا شباب، اظن الموضوع ده واضح. وده فايدة الاستهداف الشخصي. ازاي تعمل الاستهداف الشخصي؟ بتاخد اسم القناة بتاعتك، الاسم بتاع القناة بالظبط زي ما انت شايف كده، الاسم اللي لما تكتب هنا كده بتلاقي كل فيديوهاتك ظهرت، تاخد الاسم ده وتحطه في الكيوردز عندك مرة واحدة بس، يعني تحطه مرة بس كده، تكتب الاسم بس مرة بس، مش تحتاج اكتر من كده، ولا تكتبه بالعربي ولا اي حاجة. طبعا لو قناتك اسم عربي وانجليزي فانت ممكن تعمل اتنين عادي، المهم عشان لو حد بحث عنك بالعربي وحد بحث عنك بالانجليزي. طيب نتكلم في تاني نقطة، هو الاستهداف المشاهدات. ازاي تستهدف المشاهدات بالطريقة الصحيحة 100%؟ الناس تقول لك انا يا عم اكتب هنا كده، اقوم جاي اكتب الربح من الانترنت، وايه تاخد اول بتاعة بحث والتانية والتالتة والرابعة، وتحطهم عندك. انت كده برنس. طبعا الكلام ده غلط غلط غلط، 1000000%، 1000000% غلط. خلينا نتكلم بشكل عقلي شوية. هنخش هنا على حاجة اسمها جوجل ترند، انا كنت حتى باحث عنها قبل كده. تمام سيبك يا عم، هات جوجل ترند كده من الاول. تمام هنا اهو على طول من غير ما تبحث باي حاجه، اكتب اهو الكيورد الاساسيه بتاعتك اللي انت هتبحث عنها، يعني الكيورد اللي عايز الناس يبحثوا عنها ويلاقوا الفيديو بتاعك، او يعني الكلمه اللي انت هتستهدفها. انا بس هستهدف الربح من الانترنت زي ما انتم عارفين، من الانترنت. والدليل يا شباب على الحاجات دي ان اولا في شركات كتير قوي او فيديوهات كتير قوي انا بنشرها بتجيب مشاهدات اكتر من عدد السبسكرايبرز اللي عندي بكتير، بتعدي كتير قوي. يعني اول فيديو نشرته حتى في القناه كان لسه ما عنديش اصلا مشتركين، والفيديو جايب لحد دلوقتي 1000 وشويه مشاهده. ده حسن استهداف. تمام هتيجي عند الباست 5 ييرز دي، هتخليها باست داي، وهنا تسيبها وورلد وايد. تمام هننزل تحت زي ما انتم شايفين هنا، دول كلمتين او جملتين، كل جملة من دول بيقول لك 80% من الناس بيبحثوا عنها، وهنا 70% من الناس بيبحثوا عنها. فاهمين حاجة؟ هي دي الكلمات المفتاحية الصحيحة، هي دي الكلمات اللي انت هتكتبها صح، مش تكتب لي في هنا في جوجل وتقول لي اعمل ومش عارف ايه، الكلام ده كله غلط. اما ده هو الكلام الصح، هو ده اللي فعلا جوجل بيقول لك الناس بتبحث عن الكلمة دي في جوجل، وانت هتستهدف الكلمة دي ككلمة مفتاحية، يبقى انت كده الفيديو بتاعك مرشح بقوة انه يظهر قدام الناس. تمام يا شباب، وجرب في كل الكلمات اللي عندك بقى، يعني زي ما انت شايف شوف كام واحد بيبحث عنها. طبعا 39 والحاجات دي طبعا دول مش ناس، دي نسبة تقريبا او مش نسبة، صراحة مش عارف الموضوع مش فاكره بالظبط، ولكن 72 دي رقم كبير، ما هوش 72 واحد بس، لا ده رقم كبير جدا. تمام كنت هقول ايه تاني؟ لما تيجي تبحث عن كلمة مفتاحية وما تظهرش عندك، ما يظهرش عندك يعني مثلا كلمة الربح مثلا، تاني طبعا ممكن تحدد البلد اللي انت عايز تستهدف، لو بتستهدف بلد معين، لكن الافضل انك تسيبها وورلد وايد عشان تلاقي الكلمات المفتاحية بالانجلش وبالعربي. تمام برضو هي جت نفس الحاجة، مش مشكلة، بس المهم انك لو هتستهدف الربح من الانترنت هتلاقي دي. انا قصدي يا شباب لو انت هنا هتكتب مثلا كلمة مفتاحية ما هيش موجودة، يعني بحثت عن كلمة مفتاحية وما لقيتش هنا حاجة، تمام هتحاول تبحث عن الكلمة دي بالانجليزي بالفرنساوي بأي طريقة، مهم انك تلاقي تفهم جوجل الكلمة بالظبط لحد ما يجيب لك الكلمة الصحيحة. تمام يا شباب اظن الموضوع كده واضح. فدي بدل ما تكتب هنا وتكتب الكلام اللي انا قلته وتكتب كده وتحاول تجيب كلمات مفتاحية، لا هي دي الطريقة الصحيحة 1000000% اللي الناس المحترفين بيدوروا عليها، الناس المحترفين بيحاولوا يشتغلوا بيها دايما. جوجل ترند ده موقع روعة، انت ممكن تستخدمه في اكتر من حاجة. انت مثلا عايز تعرف ايه اللي بيحصل في يوتيوب حاليا، هتخش هنا تريندنج اون يوتيوب وتشوف الفيديوهات بتاعت اليوتيوب العالية حاليا اللي جايبة مشاهدات او اللي جايبة ترافيك في الوقت الحالي في الساعتين ثلاثة اللي احنا فيهم. تمام يكون مثلا او في اليوم ده. تمام انا مثلا بدور في مصر زي ما انتم شايفين، طبعا الفيديوهات دي بيبقى فيها كلمات مفتاحية مصرية او كلمات مفتاحية
كده يعني، تمام، او ناس مصرية ده ما انتوا شايفين حاجات كده، ده انتوا شايفين تمام هنا بدور في مصر ده في اخر 24 ساعة، تمام تمام نخش على الطريقة التانية، وهو ازاي تجيب كلمات مفتاحية تجيب لك فلوس، وهي دي طبعا الطريقة اللي انت بتبحث عنها. ولكن في الاول قبل ما نخش على الطريقة التالتة، او قبل ما نخش على طريق الاستهداف الجزء الثالث يعني من الاستهداف، هنتكلم في الاستهداف المشاهدات. استهداف المشاهدات اولا هو ده اللي هيجيب لك السبسكرايبرز، لو انت بتتكلم على موقع وعايز تستهدف برضو فهو ده اللي هيجيب لك الناس او هيجيب لك الترافيك. استهداف المشاهدات لا يقل اهمية عن استهداف الفلوس او استهداف الشخصي. طبعا الاستهداف الشخصي ده انت بتعمله في كل الفيديوهات وبتعملها مرة واحدة وبتنساه، استهداف المشاهدات ده اهم حاجة، حتى اهم من استهداف الفلوس، بالذات لو انت في اول المشوار. لو تلاحظوا في ناس كتير يا جماعة بتلاقي عندها مثلا 100 ألف سبسكرايبرز و80 ألف و30 300 ألف قصدي، مثلا مش عايز اتكلم عن حد معين ولكن احنا بنغلطش في حد، فمثلا نتكلم على امني المعلومات مثلا، امني امني مثلا عنده 305 الف سبسكرايبرز او 300 الف، قول 300 الف سبسكرايبرز، فيديوهاته بتجيب 20 الف و30 الف، ما بتعديش عن كده، 20 الف من 20 ل 30 الف، ممكن من 10 ل 30 الف. امني بينشر فيديوهات يوميا تقريبا، ولكن فيديوهاته ما بتجيبش مشاهدات لان امني بيستهدف الفلوس، امني بيستهدف الربح، تمام. الموضوع ده طبعا ده ما فيهوش عيب يعني، يعني عادي هو براحته كل واحد يستهدف اللي هو عايزه، ولكن ده مش هيجيب له مشاهدات ولكن جايب له ربح، تمام، لانه هو اوريدي عنده مشاهدات، اوريدي عنده الناس، اوريدي بيجي له مشاهدات كويسه، يعني 20000 و30000 ده كويس، ف20000 و30000 ولكن بيظهر لهم اعلانات غاليه جدا، في الاعلانات دي بتجيب لهم فلوس او بتجيب له هو طبعا فلوس، تمام. فهو بيركز على الربح اكتر من المشاهدات، تمام يا شباب. نخش بقى في الجزء الثالث اللي هو الاستهداف، الاستهداف المال، استهداف الفلوس. هتخش على جوجل ادوردز، هتكتب هنا الكلمة المفتاحية اللي انت عايز تدور عليها، تمام. احنا من اول فيديو بنتكلم عن الربح من الانترنت، فاحنا نكتب الربح من الانترنت، تخش هنا كده هتلاحظ كلمة الربح من الانترنت من 10K ل 100K، والمنافسة على الكلمة دي هي لو يعني قليلة او ضعيفة. الفلوس هي 12 ال ايه، بمعنى ان هي جنيه مصري، تمام، ولكن الموضوع ده مبقاش دايما حقيقي، يعني مبقاش جنيه مصري او ممكن يبقى دولار عادي، فانت اعتبرها جنيه مصري ماشي. الكلمة دي مثلا ضعيفة، keywords 12 جنيه مصري بمعنى ان هي اقل من دولار، يعني 80 سنت 90 سنت بحكم ان الدولار بقى ب 18، يعني يعني قول مثلا 80 سنت مثلا او 90 سنت 85 مش مشكله. هننزل تحت هتلاقي حاجه اسمها بروفيت فروم ذا انترنت، لاحظ كده 58 جنيه، يعني تقريبا 4 دولار او 5 دولار، اسف 4 دولار او يمكن 3 دولار ونص، تمام. طبعا مش هيعلن كده يعني، يعني انت يوم ما هتجيب يعني اللي هو ربح عالي على كلمة مفتاحية عالية، فوركس سيو، فوركس او سيو هو ده اللي بيجيب الربح، فوركس او سيو، تتكلم عن فوركس او سيو، جبت ضربت معاك في مشاهدات هيضرب معاك في ربح عالي جدا جدا، لو بنتكلم فوركس او سيو وضربت معاك في مشاهدات اعرف ان الربح هيبقى مهول، تمام. هتاخد الكلمة المفتاحية دي تقوم حاططها في الفيديو زي ما انت شايف كلمة كده، هتحطها في العنوان بالانجليزي، هنحطها في العنوان بالانجليزي، اوعى هي دي اللي يعني اللي هي الحته اللي هي، طبعا ده المفروض ده سر مني يعني، انا مش بحب اطلعه، ولكن ده التكست ده انا عامله بحط عليه كل اللي انا بعمله، يعني ده كل اللي انا بعمله في القناه، دي الكيوردز اللي انا بحطها، وده الغلاف اللي هو الاسف في الوصف، وده تعريف القناه، الحاجات دي السوشيال ميديا، وحتى كل حاجة، حتى السلام عليكم بقى سيبها تحت. طبعا كل اليوتيوبرز عاملين كده زي ما انتم شايفين، هو ده اللي انت هتعمله بالظبط، هتعمل حاجة تكست زي دي كده وتترتب عليها كل حاجة وتجرب. هنا مثلا الكلمة دي اللي هو العنوان ده زي ما انت شايف، ده عنوان، ده بيستهدف ربح، ده بيستهدف ناس، ده بيستهدف ربح، انا هنا مستهدف ربح، هنا مستهدف ربح، هنا مستهدف ناس،
لازم الكلام اللي انت هتستهدفه، انت مثلا هتستهدف ناس، لازم تحط الاولى هنا تبقى ناس، الاولى هنا تبقى ناس. نجيب الناس دي منين؟ مرة تانية من جوجل ترند. هنجيب استهداف الناس من جوجل ترند، تمام؟ من جوجل ترند. ركزوا قوي في نقطة جوجل ترند يا شباب، لازم لازم تستهدف الناس من جوجل ترند، ما تحاولش تعمل اي حاجة تاني، لان انت يعني ماكسيموم كلمات مفتاحية تبقى 13 كلمة 14 كلمة ماكسيموم، تمام؟ هنا مستهدف ربح، مستهدف ناس، مستهدف ربح، مستهدف ناس، مستهدف ربح، مستهدف ناس، مستهدف ربح، مستهدف ربح، مستهدف ناس. كل اللي بالعربي عندي مستهدف ناس، لان الكلمات المفتاحيه العربيه بيبقى معروف جدا ان هي بتبقى ضعيفه جدا 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 في البروفيت او في الارباح او في عائد يعني، تمام؟ فانت عايز تستهدف كلمات مفتاحيه، عايز تجيب ترافيك اجنبي، لازم تستهدف الناس، الناس ولكن بالانجليزي. فانت يا حظك لو لقيت كلمات مفتاحيه بتكون مثلا هنا من 1 مليون ل 10 مليون، وهنا الفلوس بتاعتها كويسه، ده حظك، وده هتلاقيه كتير، هتلاقيه كتير جدا يعني. انت لو كتبت الربح بس هتلاقي، لو كتبت مثلا earn money، طبعا حاول تبقى تبحث بالانجليزي دايما يعني، from internet. لو انت بتتكلم عن ربح الانترنت، ف earn money from internet دي اول حاجة انت لازم تكتبها في الدنيا كلها يعني، لازم تبقى في العنوان او لازم تبقى في الوصف ولازم تبقى في كل حاجة، مهمة جدا طبعا، تمام؟ سيبك من الكلمة نفسها، انت تحت زي ما انت شايف 100 كي ل 1 مليون 30، هاو تو ميك ماني اون لاين 100 كي 1 مليون 100 كي 1 مليون، وادي الفلوس زي ما انت شايف، تمام؟ ممتاز جدا، اعتقد ان الدنيا دي كلها ممتازه. فانت كده انا قلت لك دلوقتي انواع الاستهداف، ازاي تستهدف، ازاي تجيب استهداف شخصي، ازاي تجيب استهداف ربحي، ازاي تجيب استهداف مشاهدات، او طبعا استهداف شخصي، استهداف ربحي، واستهداف اللي هو ترافيك مثلا للمدونه، للورد بريس، بلوجر، موقع، اللي انت عايزه، تمام؟ فاظن ان انا كده ما قصرتش في اي حاجه في الفيديو ده، لان كده تقريبا انا شرحت كل حاجه انا اعرفها وكل حاجه انا بستخدمها، كل حاجه ده اللي انا بستخدمه حاليا لحد دلوقتي، ده اللي انا بستخدمه، ده سر من اسرار اليوتيوب انا بشاركتها معاكم النهارده. فيا ريت يكون الفيديو عجبك، يا ريت لو عجب الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة، كنت أول مرة تشوف حلقات مستر بومتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.